وصلنا امبارح بالليل الساعه 11 ونص هنا في رشيد. بيتنا على طريق على طول. الصراحه في نص الطريق دخلنا فيها، بس النهارده يعني نوعا ما في امل كبير جدا ان احنا نلحق نصور الطريق الصبح، فانا متحمس على الموضوع ده. هنشوف الطريق بتاع النهارده هيبقى عامل ازاي. انا بحب قوي الطريق بتاع رشيد دمياط، يعني الطريق الساحلي الدولي، طريق لذيذ، على يميننا وعلى شمالنا نخل طول الوقت. هنفرجكم الطريق. ركبت العجله شويه بقى لغايه لما وصلت للكورنيش بتاع رشيد، اللي هو المكان اللي كلنا لو هنروح رشيد في يوم من الايام لازم نكون بنزور المكان ده. كان في جامع حلو جدا على النيل على طول، كان برضو من الجوامع الاثريه هناك. على يميننا دلوقتي مسجد ابو النضر. مسجد اتبنى من تقريبا 1020 سنه. هو بدا بزاويه، والشارع ده ما كانش موجود اصلا، كان الجامع ده موجود جوه الجبل، يعني على شماله الجبل وعلى يمينه البحر. ابو النضر اتسمى بالاسم ده لقوة نظره، وهو جاي من كربلاء من العراق. اللي على يميننا ده دلوقتي مش النيل، ده البحر المتوسط، لانه في سد بيسد المايه بتاعت النيل من ان هي تخش المنطقه دي. الحلو هنا ان الناس كل مدينه بنعدي عليها بيبقى فيها اختلاف قوي جدا، مش كلهم شبه بعض خالص. بلد مليانه حاجات الصراحه، يعني مشينا بس 60 كيلو من الاسكندريه والدنيا كلها اتغيرت هنا. عمار يا مصر. متحف قدام الكورنيش على طول. المتحف ده بيورينا الحياة القديمة في رشيد كانت عاملة ازاي. بعد ما خلصنا اللفة بتاعت رشيد، من ضمن الحاجات اللي عجبتني جدا هنا هو المتحف بتاع رشيد. هو معمول جوه بيت عثماني، فبيورينا الناس كانت عايشة ازاي في العهد العثماني، ما بين ان الدور الاولاني ده مكان استقبال الضيوف، الدور التاني ده المكان اللي هو معمول للعيلة نفسها، أوض النوم، المطبخ، الحمام. هو فعلا بيت عثماني، وحافظوا على اللي هي المكان المربوع اللي كانوا بيقعدوا فيها وكل الكلام ده. المكتبة فيها اللي هو مثلا لو عايزين نكون بنخبي مخطوطات او نخبي حاجات. لذيذ جدا المتحف ده، انا حبيته الصراحة. كمان جوه فيه السيوف والدروع والعدة اللي كان بيستخدمها الجيش، وطبعا معركة رشيد في لوحة كبيرة جدا موجودة جوه عن معركة رشيد المشهورة جدا، اللي فيها انتصر فيها الشعب بتاع رشيد على جيوش الفرنسويين مع نابليون بونابرت. وحاجة تانية وهي أهم حاجة تعتبر لرشيد، حاجة احنا كلنا عارفين رشيد بيها، اللي هو حجر رشيد اللي ساعدنا ان احنا نكون بنفك رموز اللغة الهيروغليفية عشان نعرف حضارتنا أصلا. فده موجود منه نسخة، مش الأصل بتاعه، النسخة بتاعته هي اللي موجودة في متحف رشيد. دلوقتي هنرجع تاني على الطريق. متحمس جدا دلوقتي ان انا اكون بنزل على الطريق من رشيد لغايه راس البر. اشوفكم على الطريق يا جماعه.